السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أسعد الله يومكم بكل الخير. إن شاء الله النهاردة يا جماعة معانا فيديو هنتعرف فيها على الرسيفر الخارق. الرسيفر ده يا جماعة من وجهة نظري رسيفر بيتربع على عرش الرسيفرات الموجودة في السوق المصري. الرسيفر به إمكانيات متعددة وإمكانيات مذهلة وخرافية بصراحة، هنعرفها إن شاء الله في الفيديو. ولكن أنا قبل ما أبدأ الفيديو يا جماعة بقول لكم أنا سايب لكم عملية تقييم الفيديو دي للآخر، أنتوا اللي تقيموا بنفسكم. ما شاء الله المشاهد بيتمتع بمجموعة من المعارف ثقافة افضل مني 100 مرة، يعني يقدر يقيم ويعرف الفيديو كويس ولا لا، وبناء عليه انا سايب لك ان انت تعمل لايك براحتك او تعمل ديسلايك براحتك. انا مش هزعل لو عملت لي ديسلايك، والتعليقات حتى الايجابيه انا بشكر الناس اللي بتعملها، وكمان بشكر الناس اللي بتعمل تعليقات سلبيه انا بشكرها جدا جدا جدا، لان انا بستفيد منها وببدا اعدل من سلوكي ووضعي على القناه. بالنسبه يا جماعه للرسيفر، الرسيفر يا جماعه بيتمتع بان هو بيجمع بين المواصفات الفنيه العاليه جدا والسعر الحنين المناسب للجميع. طيب ايه هي بقى امكانيات الرسيفر يا جماعه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله مع بعض واحده واحده. اول حاجه يا جماعه، الرسيفر معالج سان بلس تابع لشركه داكي، معالج الجديد 2507 ال. يعني ايه؟ يعني الرسيفر ما شاء الله بيقبل الدعم الفني الكتير، له دعم متوفر من الشركه او من المصدر او الموقع. الرسيفر بيتاح ليه عمليه التحديث اونلاين يا جماعه. الرسيفر ما شاء الله بيتمتع بان هو به 2 يو اس بي، يعني تقدر تسجل على فلاشه وتقدر تستخدم المدخل او المخرج المدخل الثاني لو هتحط انتنة بتاع واي فاي او تحط اي حاجه ثانيه. الرسيفر يا جماعه بيدعم خاصيه الواي فاي والثري جي، وكمان بيدعم كابل الانترنت. كمان يا جماعه الرسيفر به خاصيه بصراحه خلته متميز او جعلته متميزا عن باقي الرسيفرات الاخرى، الا وهي ايه؟ الرسيفر يا جماعه به خاصيه البث الرقمي اللي هي الدي في بي تي 2، ودي يا جماعه خاصيه بصراحه ما شاء الله اتفرجت عليها في الرسيفر، ما شاء الله بتشوف البث الارضي عليها يا جماعه وكانك بتشاهد رسيفر اتش دي. الصوره بتاعته في الارض لا تقل في الجوده عن الرسيفر الاتش دي. طبعا يا جماعه الرسيفر بيتمتع بان هو عليه ملف اي بي تي في لمده سنه، يتمتع بالثبات، يعني وانت بتشاهد المباراه ما يقطعش معاك ان شاء الله. الرسيفر به مكتبه من المسلسلات والافلام والحاجات اللي احنا عارفينها دي. الرسيفر يا جماعه عليه سيرفر دي كام لمده سنه، اللي هو خاص بقنوات شيرنج، يعني فاتح جميع او معظم القنوات المقفوله يا جماعه على معظم الاقمار او كل الاقمار لمده سنه. الرسيفر كمان يا جماعه بيقبل ادخال اي بي تي في على الاكس 3 عشان تقدر تجدد بعد كده الاي بي تي في بتاعك، لو خلص المجاني تقدر تجدد من خلال الاكس تريم الموجود يا جماعه على الجهاز. كمان يا جماعه زي ما قلنا ان الرسيفر بيدعم البث الرقمي الارضي، اهو ادي البث الارضي الرقمي، اهو يا جماعه المخرج بتاعه بتاع البث الارضي الرقمي، ودي كفايه لوحدها يا جماعه في الرسيفر. يعني الرسيفر دي كده بتمن الرسيفر لوحدها، يعني كون ان الرسيفر يكون فيه بث ارضي او رقمي دي بصراحه حكايه لوحدها. واحنا كلنا يعلم ان احنا في بطولة امم افريقيا الجهاز بتاع البث الرقمي ده وصل مبالغ كبيرة جدا، فكون ان احنا نلاقي ان الرسيفر زي كده بيدعم هذه الخاصية دي يا جماعة حاجة جميلة جدا، وسعره في متناول الجميع زي ما قلت لكم، سعره قد يكون 450 جنيه. نروح بقى يا جماعة نفتح الكرتونة بتاع الرسيفر ونرجع. طبعا يا جماعة الرسيفر الكرتونة بتاعته ايه؟ نفتح بقى يا جماعة، طبعا الحاجات بتاعته الكرتونة فيها الريموت بتاعه يا جماعة، وده بيشتغل عليه الريموت ده متوفر جدا، يعني حتى الريموت الاصلي لو باظ منك هتلاقي الريموت ده متوفر جدا وثمنه رخيص، ثمنه 10 جنيه. ثمنه يا جماعه 10 جنيه، يعني حاجه سهله جدا. معاه طيب كتيب كده صغير للكتالوج او اللي انت عايز تعرف اي حاجه منه. العدسه بتاعته ايه زي ما بنقول؟ العدسه بتاعته يا جماعه اهي في الكرتونه. معاه كمان الادابتور بتاعه اللي هو الشاحن اهو في الكرتونه. معاه الوصله الاتش دي بتاعته اللي انت تركبها على شاشه. معاه كده ستاند صغير للرسيفر او حامل بتقدر تلزقه في الحيطه وتركب فيه الرسيفر يا جماعه، عشان بس لو انت يعني مش عارف الرسيفر بتركبه فيها يا جماعه كده وبتحطه في الحيطه او بتعلقه في الحيطه كده. كمان معاه لزق يا جماعه اللي هو الدبل فيس، تقدر تعلق بيه ده وتعلق بيه العدسه بتاعته دي يا جماعه. بالنسبه للكرتونه بتاع الرسيفر، وادي طبعا الرسيفر يا جماعه بيه طبعا المدخل بتاع الادابتور بتاع الكهرباء، وادي العدسه يا جماعه، وادي مخرج الاتش دي، ده يا جماعه الاي في اللي هو بتركب فيه الوصله التلاته في واحد دي يا جماعه، ده بتركب فيه الوصله التلاته في واحد اهو، ده الاي في مخرج الاي في يا جماعه اهو، لو انت عاوز تركب الرسيفر على
تلفزيون عادي. لو عايز تركب على تلفزيون عادي بتركب فيه الوصلة اللي هي 3 في 1 يا جماعة. طيب المخرج ده او المدخل ده يا جماعة ده خاص بالتحديث، تحديث السوفت اللي هو الار اس 232. طبعا ده التيونر بتاعه. الرسيفر يا جماعة بيتمتع بتيونر حساس جدا للإشارة، يعني ما شاء الله إشارته كويسة جدا. طبعا ده المخرج بتاع البث الرقمي الأرضي. يا جماعة في حاجة يا جماعة برضو أقول لكم عليها، البث الرقمي يا جماعة بنجيب له الوصلة دي كده اللي هي زي جاك اللي هي عشان تركب فيه. هقول لكم ليه بقى، دي بنركبها هنا يا جماعة على أساس إن دي يا جماعة بتختلف عن الجاك اللي هو التخين، لأن دي لما تركب هنا كده يا جماعة أهي هتديك بعد كده حرية في إن أنت تربط هنا كابل الإشارة اللي جاي من فوق، ما تعوقش معاك كابل الإشارة، عشان كده دي أسهل وأفضل، يعني دي أسهل وأفضل لما تيجي تركب الإيريال عليها. هنروح بقى يا جماعة نفعل الرسيفر قدامكم ونشوف الأوبشن والإمكانيات بتاعة الرسيفر الموزيلا وإزاي نفعل ملف الأي بي تي في اللي عليه. طبعا يا جماعة بعد ما بوصل الرسيفر على الشاشة كده بضغط في زر في الريموت على زر المنيو، بتجيلي القائم بتاعته. الأوبشن بتاعه يا جماعة أوبشن شكله جميل وظريف كده. طبعا بدخل على التركيب، بدخل الأول يا جماعة على الضبط عشان أبدأ أشغل الملفات اللي عليه، وأضغط أوكي وأنزل على كلمة إعدادات الإيثرنت واختار الشبكة اللي عندي، هل هي واي فاي ولا 3G ولا كابل. بضغط واي فاي طبعا وانزل على الاعدادات، اقول له اوكي. بيبلي الرجاء الانتظار كده، بيبدأ يبحث عن الشبكات الموجودة يا جماعة عندي في المكان عندي وبيجيبها. انا بختار الشبكة بتاعتي، لو هي من دول كده بختار الشبكة بتاعتي يا جماعة، لو هي مش موجودة وانا خايف الشبكة اللي عندي بدوس على الزر الاخضر اضافة وابدأ اضيف الشبكة بتاعتي واكتب الباسورد واعمل اتصال يا جماعه. طيب هطلع كده طبعا عشان انا ضايف الشبكه بتاعتهم وعملت اتصال على النت عشان الوقت بس. هنبدا يا جماعه بقى ندخل على الاي بي تي في والحاجات دي ازاي افعلها. طبعا يا جماعه عشان افعلها بدخل على الوسائط المتعدده كده واقول له اوكي. طبعا انا شايف يا جماعه كده مفيش حاجه ظاهره قدامي، مفيش حاجه ظاهره هنا. طيب انا عشان اظهر بقى يا جماعه الصفحه بتاعت السيرفرات الموجوده عليه هضغط او هكتب من الريموت كده يا جماعه 2507. فانا هكتب يا جماعه 25 كده في الريموت 2507. فاتح يا جماعه معايا اهي الصفحه دي اهي. هنزل هنا على الدي كيو كام اهو، افعل الدي كيو كام، اضغط على الزر الاحمر هيقول لي بليز من فضلك انتظر، بليز ويت اهو من فضلك انتظر. فعل يا جماعه ما هو اهي وبيقول لي سكسس، نجح العمل بتاعك اندي ينتهي في 15/2/2021. طبعا يا جماعه لتشغيل قنوات هضغط على زر الاي بي تي في يا جماعه اهو في الريموت، هتجيلي القايمه دي. طبعا دي الملف ده يا جماعه ده بتاع الاكستريم اي بي تي في اللي انا بضيف فيه ملف الاي بي تي في بعد كده اللي هشتريه لما السيرفر المجاني بيخلص. طبعا هنا بنزل يا جماعه على 7 ستار اي بي تي في، ده اللي هو بتاع الشركه اللي انا هبدا افعله دلوقتي. هدوس على الزر الاخضر كده تفعيل يا جماعه، هتلاقي ايقونات تحت كده للتفعيل، ايقونات اخضر احمر واخضر واصفر. انا هدوس على الزر الاخضر يا جماعه تفعيل عشان يبدا يفعل معايا الملف. هبدا اضيف له هنا يا جماعه في اللوحه، هتظهر لوحه قدامي كده هتيجي لك فيها سبعات، انا بشيلها من الزر الاصفر اللي هو مسح، وبعد كده اضغط 5 5ات واضغط على الزر الازرق تاكيد، بيقول لي انتظر. طبعا بيبدا يفعل معايا ملف الاي بي تي في، المفروض ان هو هيفعله بسنه كامله يا جماعه. فهنشوف دلوقتي يفعله كام، فعله لحد 16/2/2021 يا جماعة. طبعا يا جماعة هننتقل بقى للبحث عن القنوات الارضية، هضغط في الريموت على زر المنيو وهدخل على التركيب واضغط اوكي وادخل الرقم السري 4 اصفار، ادخل على الانستليشن التوليف، وهنا طبعا بيجيب لي خيارين يا جماعة الدي في بي تي 2 والدي في بي اس 2. الدي في بي اس 2 اللي هو المقصود بيه الاقمار الصناعية لو انا هبحث على القمر على اي قمر، لكن لو انا هبحث على الارضي هختار الدي في بي تي 2. هضغط اوكي وانزل على البحث الاوتوماتيكي واضغط اوكي واقول له نعم. طبعا يا جماعه يبدا يبحث على القنوات الارضيه اللي موجوده في المحافظه اللي انا فيها. نشوف يا جماعه القنوات الارضيه تنزل ولا لا. طبعا احنا وصلنا 35% لسه مفيش حاجه نزلت. جاري البحث عن القنوات، بدات القنوات يا جماعه تنزل اهي، نزلت الاولى الارضيه وقنوات النيل والرياضيه والاخباريه
وقناة طيم رياضية نزلت اهي يا جماعة اللي احنا بنبحث عليها. طبعا احنا مش عايز اطول عليكم البحث، فانا اكتفي بكده يا جماعة واخرج. هل تريد حفظ نتيجة البحث؟ اقول له نعم. هطلع بقى كده وابدأ اعرض القنوات. اعرضها ازاي يا جماعة؟ هضغط على كلمة سات في الريموت، كلمة سات يا جماعة، هلاقي كده ظهر لي مجموعة الاقمار نايل سات طبعا في الاول اهو، 7 ستار سات اي بي تي في، ده الاي بي تي في اللي موجود على الجهاز. اموس 2 على 3 ده بقى اللي هو البث الارضي بس بينزل كده على الرسيفر بهذا الاسم. القنوات الارضية نزلت اهي يا جماعة، نزل لي تايم زورة الأرضية اللي هي اتش دي، هنشوفها هتشتغل ولا لأ. طبعا قناة تايم الأرضية شغالة اهي، الصورة يعني أشبه بالاتش دي يا جماعة، بس أنا مش عايز آخد حقوق طبع ونشر بقى، فثواني كده وهنقلب يعني القنوات شغالة زي الفل اهي. بكده يا شباب بنبقى انتهينا من مراجعة الرسيفر 7 ستار 4 8، وعرفنا إمكانيات الرسيفر الموزيلا. بنتمنى من الله عز وجل إن احنا نكون قد وفقنا في توصيل معلومة لحضراتكم تستفيدوا بيها. مش هقول لكم اعملوا لايك ولا ديسلايك، اللي يعجبك اعمله، عايز تعمل لايك ماشي، لو عجبك الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك واكتب تعليقك عشان نعرف عيوبنا فين ونقدر نعدلها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. والى ان القاكم في فيديو قادم، استودعكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.